ابدا مع اخوي كابتن حميد احمد في البدايه ارحب فيه. صبحك الله بالخير يا ابو بدر. حياك الله سعود، اصبح عليك واصبح على اخوان معاك واخوان المشاهدين. يا حياك الله ابو بدر. اول حاله تحكيميه للمباراه في هذه المباراه اللي ادارها كابتن يوسف نصار، بنشوف الحاله الاولى، هدف الكويت سليم. نعم، هدف سليم، لا وجود عن تسلل. شوف لاعب القادسية قدم الأيسر والأقرب لخط المرمى من الكرة، ولا حتى في فاول؟ لا لا، ما في هدف سليم، ما في أي شيء. طيب أبو علي إيش رأيك؟ لا قول ما في شيء. أبو أحمد هدف سليم. أبو بدر هدف. أبو عبد الله سليم. ننتقل للحالة التحكيمية الثانية، هذه ايش رايك فيها يا ابو بدر؟ لقطة مشاري غير سعود. نعم، هذا فيها لمسة يد، لكن لا وجود على ركلة جزاء. شوف يد المدافع كانت ثابتة، كانت طبيعية، فلا وجود عن لمسة يد. قرار الحكم قرار سليم. ابو علي شو تقول؟ ما فيها شيء. ما فيها شيء. ابو بدر. ابو احمد. لا، يده ثابتة ما فيها شيء. ثابتة. ابو بدر. طبيعية اللعبة. طبيعية. ابو عبد الله سعود، هي طبيعية وثابتة، لكن انا عندي تعليق بس عليها الكابتن ابو بدر. بس عفوا ابو بدر، هني في هذه اللقطة اتجاه اللاعب، لاعب نادي الكويت، ما راح في اتجاه الكرة في جسمه في 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 لا شوف، لا عفوا كابتن، هني الكرة هي ملمسة يد اللاعب وليس يد اللاعب لمسة الكرة. شوفها ما فيها، يعني مو الايد اللي رايحه، لا اذا ثابته ما فيها. طبيعي. هو قصده ابو عبد الله ان مشاري هو راح حق الكره، وايده تحرك، مشاري راح حق الكره، هو ميل جسمه بحيث انه يمنع الكره من الوصول لل لا. ها شلون ميل جسمه؟ لا حال ما فيها شيء. شوف 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 جسمه، شوف جسمه كابتن، شوف رايح حق الكره، يبيها ببطنه يبيها بصدره. لا بس انه راح ادري، يعني لف كابتن. انت ما تشوف؟ شوف يا ابو بدر، شوف 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 حركه اللاعب، شوفه من اليسار راح الى اليمين. شلون الكره راحت عقر ايده؟ نفسه مؤخر. بسعود انا اتكلم معك بالقانون وانت تتكلم معك بال، انا قاعد اتكلم ردا على كلامك ابو بدر. انت تقول الكره راحت حق جسم اللاعب، صح؟ نعم، الكره هي من لمست يد اللاعب وليست يد اللاعب. انت شفت شلون مشاري راح من اليسار الى اليمين؟ اوه ما سويت شيء. انا اذا ثابته بعد العزيز طبيعيه. طقتني ابو بدر. انا ترى اعلق على كلامك. انت قلت الكره هي من بحثت عن ايد اللاعب، صح؟ كلام سليم. اللقطه اللي قاعد نشوفها الان، مشاري جاسم، ايد مشاري جاسم هي من بحثت عن مشاري جاسم. مشاري غنام. مشاري غنام. انا التقدير الشخصي ان لا وجود على كتفها. والله كيف. انا ترى ارد على كلامك، يعني انا قاعد اعلق. نعم. على كلامك. انا قاعد اعقب على كلامك، ترى مو كلامي، يعني انا متفق وياك انها مو بلنتي، لكن تحليلك في تناقض كابتن، اسمح لي الكلمه، لكن هذا رايك يحترم طبعا. انتقل للحاله التحكيميه الثالثه، ايش رايك هذه اللقطة يا ابو بدر؟ شوف هذه بسعود اللقطة ما هي واضحة. شوف وان كان في خطأ خارج منطقة 18، خطأ وبطاقة صفراء وكرت اصفر، وان كان خطأ، لان الان الصورة مو واضحة. شوف مو واضحة الصورة، فما اقدر اقول كان ان هي فاول او فاول. وان كان خطأ خارج 18 فاول وكرت اصفر. انا ادري، يعني انت بالمجمل شايف انها مو واضحه. مو واضحه. طيب زين، روح الفار. مو واضحه يروح الفار. ابو علي ما فيها شيء. ما فيها شيء. ابو احمد ما فيها شيء، ما احتاج لاعب حتى لاعب الغدسيه، ما احتاج. ما فيها شيء. طيب ابو بدر ما فيها شيء. بالنسبه لي مو واضحه. اتفق مع ابو بدر، يعني اللقطه ما هي واضحه حتى تحلل سواء اذا لمس اللاعب او ما لمس اللاعب. طيب نروح الحاله اللي بعدها كابتن سعيد. ما احتاج اللاعب انه في لمسه الا انه في تخلي. هذه لقطه احمد الظفيري. شنو هي؟ ابو بدر هذه طبعا صار عليها جد الحاله هذه. طبعا انا اختلف مع جميع المحللين
هناك في ركلة جزاء لم تحتسب على لاعب الكويت لوجود مس. شوف المس، هل هذا المس إعاقة من حركة المنافس؟ نعم هي إعاقة. شوف شوف المس، فهذا ركلة جزاء لم تحتسب زائد كرت أصفر. طيب أبو علي ما فيها شيء، ما فيها شيء أبو أحمد، ما فيها شيء، ما فيها شيء. أنا ما فيه شيء، ما فيه شيء. أنا أتفق مع المحل التحكيمي بدر إنه في لمس مسك من اللاعب، وهذا أعتقد إنه تهور من اللاعب سيسوكو. شوف شوف هني لقطة واضحة مسك، لذلك أتفق معه إنه ضربة جزاء. في لقطة أبو أحمد اسمع، في خلي تشوف الخلف، في لقطة ثانية تشوف إيد اللاعب. لا لا خلنا على هلا، أنا أقول دقيقة، نفسه قاعد أقول في نفسه، شوف إيده اللي يقول أنا فيها مسك كذي، أكو واحد يمسك واحد كذي بيده. شوف أنا ليش يطيح والكرة؟ لا يا جماعة، شيء في شيء منطقي، اليوم في شيء منطقي يا جماعة. الحين الكرة وياه أحمد يطيح شلون؟ إيش مت يا جماعة؟ الكرة وياه، أروح حق الجول ولا أطيح نفسي وأنا ما أدري نبي يحصل؟ لا في بعض في بعض من تلمسني قلت نفسي في شيء مرات، ترى والله نقول حق لازم قبل. لازم الحكم يشغل مخه، يشغل عقله، نقول حق شوف اللقطة لا يطيح نفسك. ليش ليش يطيح نفسك؟ الكرة أنا رايح حق الجول أطيح نفسي؟ في حركة وضع يد سوسوكو بزرور. لحظة شوف شوف إيدي، بنلتي واضح. أنا نفس ما قال كابتن البيت، مليون بالمية بنلتي. أنا ضايق وأنا مع أبو بدر، ما في هذه ما دام مسك اللاعب داخل منطقة 18 واضح يد سوسوكو. وشوف شوف إيده، شوف يد الضفير بعد عبد الله، يد الضفير شوفها. يبا انت بعطيته ابو بدر ابو احمد، شوف قبل لا يطيح، مو ساحبه. وبعدين ابو عبد الله يعني ما يصير كل احتكاك فاول. هذا موضوع ثاني. اي هذا هذا موضوع ثاني. حتى اقول لك عن بلنت الكويت، بلنت القادسيه اللي طاف، ما يصير يكون احتكاك. احنا نتكلم مالت الكويت، مالت الكويت طالعه برا الكره، يعني لما يطيح نفسه تبين. لا يا جماعه شلون ماله شغل؟ انا ادري ان الكره بصيدها وباخذها وبروح داخل وطيح نفسي. كل المحللين التحكيمين حتى بقطر الكاس مالي شغل فيهم، والنعم فيهم، والنعم فيهم. لا يقولون غلط، ارسلوا وياهم غلط. لا 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 ليش ما اعترف؟ ليش ما اعترف كلام ابو بدر عين؟ ليش تعترف بكلام المعلل؟ بدر الوحيد ترى قال، الوحيد. لا لا مو الوحيد، لا الوحيد، لا تحداك. شوف كل بتويتر، انت تحداك. لا لا مو الوحيد، كل بتويتر كلهم قالوا مو بلنتي، وحتى قناه الكاس ناصر الزين قال مو بلنتي. انت بتمشي على قناه الكاس؟ لا قناه الكاس في وايد شغلات قالوا لك، ليش ما تمشي على كلام الحكام اللي هني؟ ليش تمشي على كلام بتويتر؟ على بدر احنا نقيم اللقطات حسب وجهه نظرنا وحسب ما نشاهده، ما نشوفه. في نتفق ان في مسك من المدافع، في احتكاكيه بين الاثنين. هذه نقطه ثانيه. ابو احمد في ضربات جزاء احتسبت اسهل من اللقطه، صح؟ انا معاه، صح. بس انا هني انا هني بس هذه لو برا تحتسب ابو عبد الله برا دورينا، صح كلامك، صح. في مسك ابو في مسك كلامك، انا ايده ابو عبد الله. بس يعني دورينا انت تقول ما في مسك، يعني لا برا ولا داخل؟ برا فاول زين، ولا حتى لا فاول ولا بنالتي. غلط الحكم، الحكم هذا اللي نقوله احنا، لا حتى لا فاول. الحين ابو عبد ابو سعود الحكم ما راح حق الفار، راح عدل. اوكي حط لي فاول برا. في حاله بعد وراها نروح حق الحاله اللي في حالات وراها. في حالات، حالات مو واحده، في حالات. هل هناك ركله جزاء للكويت؟ لا 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 بس سعود لا، خلنا على لقطه المساخنس. انا لي سؤال بس على ركله جزاء المساء اللي والله طوفناها ابو بدر، خلاص طوعنا. ميخل بس ميخل تفضل تفضل تفضل. لو كانت هذه الحاله خارج منطقه 18 هل تسقط ولا لا؟ الحال هذه اللي ساعد هذه لو كانت برا، هذا كان برا جميع الحكام يحسبونه خطا. ايش معنى داخل 18 يارده؟ على حسب الحكم. ما قانونها شنو حسب الحكم؟ على حسب الحكم. شنو على حسب الحكم؟ في بعض الحكام يحطونها فاول، في بعض ما يحطونها فاول. قانون هذا ما في قانون هذا. بس انت يا جماعه خير، في احتكاك مو 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 مؤثر. شلون مؤثر؟ والله مو مؤثر زين. انا اقول فاول فاول يا رجل، كورنر يات منه جول، كورنر كورنر مو كورنر انحسب يا منه جول. تبي فاول بهالمنطقه ما يجي منه جول؟ ما يصير. فاول 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 عفوا يوسف النصار في مباراه النصر والعربي، في مباراه النصر والعربي انتهت 1-0 فريق نادي العربي. هو كان الحكم يوسف النصار حسب فاول اقل من هذه، حسب فاول في السنوسي اسهل من هذه، صح؟ اللي هي من هالجول اللي الاقتراب اسهل من هذه. ابو علي هو نفس الحكم،
وللاسف يطلع بتويتر يغرد يثني على نفسه انه ادى مباراه جيده. عبد الله يا ساهمت بفوز وهذا قراره، لكن هذه اوضح من هذيك مبادر. عبد الله لان اللاعب يخلف عفوا مبادر، لان احمد الظفيري معطي لاعب بسوسوكو في خلف ظهره، سوسوكو كان في خلف ظهره احمد الظفيري. شوف ايد، شوف ايد سوسوكو، ليش تحط ايدك؟ اوكي انا وياك، احمد ذكاء منه استغل، ممكن زي. ممكن ما استمر بالشد، لكن خلاص اللاعب يبي ضربه جزاء. عبد الله احنا والعربي، هذا تحليلي يا ثاني، احنا مبادر ما احنا طيب. احنا والعربي خلنا نروح حق والله راح احنا والعربي شبيب الخالدي على الخط وهو لا دازه ما حط اوف سايد، ما حط بلنتي. يعني انت شو تقول؟ اقول ما فيها شيء، مثل ما اعطيتوني شيء، مالت كارما ما فيها شيء بلنتي. الحين حقك تقول بس تاكل مشكلتكم انت والمحللين ايش تسوي حق فريقك عشان فريقك تقول بلنتي. خليك حقاني يا ابو بدر مو كذي. طيب ايدك تنتهي على فول. طيب اروح حق ابو بدر، لقطه الكويت اللي شفناها بنالتي ولا لا حق يوسف ناصر؟ خلينا نشوف الشوط الاول. هذه التحام بدني الطبيعي ما فيها شيء. شوف الكره اللي حق يوسف نصار في راس، من الطبيعي ان المدافع يحتك مع المهاجم، لا توجرك نزاع استمراري في اللعب. اي قالوا يا بلنتي. طيب شو تقول ابو علي؟ ما فيها شيء. ابو عبد الله ما فيها شيء. نروح الحاله اللي بعدها، هذه لمسة يد. طبعا نعم هناك وجود لمسة يد، ولكن لا وجود عن ركلة جزاء، لأن الكرة امتدت من جسم اللاعب ثم إلى نبض اللاعب، فلا وجود عن ركلة جزاء. قرار الحكم قرار صحيح. انت شو تقول بعلي؟ ما فيها شيء. القانون يقول ما فيها شيء. وعبد الله نعم احنا قلنا اول نقول كذي، انت قلت لا ما فيها شيء. لا ما فيها شيء بالقانون، ما في جسمه. نروح الحاله اللي وراها، ما تعدي ابو سعودي في الشوط الاول اذا فيه. والله مو عندنا هذا مثل ما في العربي احمد صار. هدف العكاشي راسه اذا هدف العكاشي طبعا كان قرار صحيح من مساعد الحكم الثاني، وجود تسلل على لاعب الكويت كان هو الاقرب لخط المرمى. طبعا هنا المساعد السعود ما رفع، بروتوكول الفار يقول لك ما يرفع لغايه ما الكره تنتهي بعد ما تسجل هدف، ثم عاد يرفع مساعد الحكم الثاني. قرار سليم من مساعد الحكم الثاني، وجود تسلل على لاعب الكويت. طيب اوفسايد اوفسايد واضح، حتى لو مو اوفسايد حق العكاشي حطها اوفسايد. طيب اخر حاله تحكيميه ابو بدر، يعني احنا استغربنا صراحه من الوقت اللي احتسبه الحكم. شوف احنا حطينا الوقوف الحكم تقريبا ما يقارب الثلاث دقائق اكثر. كم شوف للحين، شوف من لقطة البنالتي الفار اللي وقف عشان يروح يشوف الفار اكثر. شوف راح الفار. شوف ابو بدر حسب ثلاث دقائق للحين ترى دخلنا بالدقيقه الرابع، يعني شوف هذه اربع دقائق الحين. اصابه سامي البدوي تقريبا هم وقف ما يقارب الثلاث دقائق او دقيقتين. يعني تتكلم عن بالضبط احنا حسبناها يمكن سبع دقائق وقت بدل ضايع مع التعديل. طبعا ما حسبنا لا التبديلات، تبديلات 10 دقائق، ولا فرحه الهدف لما تسجل الهدف، ولا حسبنا الامور الثانيه. عرفت مسعود الوقت المباراه هو عند حكم المباراه، يعني ما يقدر يدخل بالامور هذه. لا ما يصير كابتن، يعني هو لا يعني هذا امر ما ادري يعتبر قانوني، ما ادري صراحه شلون اللعب يوقف 10 دقائق واعطي 3 دقائق. لا مو قانوني الوقت الحكم عند حكم مباراه هو حسب، هو في تقديره الشخصي المباراه وقفت. من المفروض يصلح له الحكم الرابع الفار المساعد؟ من اللي يصلح له؟ لا لا الحكم الرابع يصلح له والفار يصلح اذا اهل المباراه قبل الوقت الاصلي. لا الحين انا كحكم حطيت دقيقه واحده واللعب واقف سبع دقائق، منو يصلح لي؟ ما حد يصلح له. كيف يعني؟ على كيف اول
لا 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 هو المقاتل هو المقاتل الرئيسي اللي هو الوقت عند حكم المباراة كله الوقت عند حكم المباراة ما حد دخل ادري ادري الوقت. انا الحين ابو بدر انا الوقت 7 دقائق 6 دقائق جيت على كيفي انا مو الحكم حطيت دقيقة كيفي لا مو كيفي ها شوف من بيحاسبني كيفي ها هو الان هو الان في تقديري الشخصي ان الوقت اللي بدا ضايع 3 أو 4 دقائق هو في هو تقدير الشخص وفي في وجهة نظره وقدر الوقت هذا ان الوقت الوقت الضائع 4 دقائق هو في في كان زين حسب 4 دقائق 3 دقائق انا اتكلم كمثال حكامي هم يحاسبون انك انت اعطيت وقت عموما كم تعطي يوسف نصار وبدر؟ والله أعطيها أنا طبعاً في خطة مؤثر مباراة وركلة جزاء غير محتسبة 6 من 10 طيب نعم مشكور يا أبو بدر ما يحكي بنهاية ناخذ بعض الاتصالات الهاتفية بعد شوية لكن عندك